مشتركة جديدة بالنادي، أول مرة أشوفك. إي أنا أول يوم لي هني بالنادي. لا أنا صار لي سنين بالنادي، كل مرة أي المسا، بس الوقت هذا اللي أنا جيت فيه لأن عندي إجازة بالدوام. يعني المسا أحسن من النادي؟ إي المسا وايد أحسن، على الأقل المدربات يكونون فاضيين ويجابلونك عدل. صدق عاد؟ والله. عاد شكلي أنا مو مباشر أي عيال المسا، وأطلع من الدوام تعبانة يعني ماني قادرة، ومنها بعد أجاب الريلي والبيت شوي. ما شاء الله انت متزوجة؟ اي متزوجة. من هيك شكلك صغيرة؟ عاد وانت؟ لا انا منفصلة وقاعدة ببيت اهلي. قول يبا هشام شبان وينه؟ بطلت شوف الساعة كم؟ خلصت الدوامات وينه؟ من كذي يبا ما بغيت تشترك بالنادي. شوف الساعة كم للحين ما ردت، ومسكين عزيزان قاعد ما غير أمي توكله وتهتم فيه. وش فيها يمه هشام؟ كان عزيز شوفه قاعد ياكل تفاحته ويلعب بالألعاب وعادي ساكت ما قال شيء. عدل يمه؟ بس هم ترى كلامه عدل يا سعاد، يعني مو معقول الريال يدش البيت ما يلقى مرته موجودة مثلي أنا. ترى حتى انا ما احب ادخل البيت وما القاك موجود من الحب. قول حق ام هشام ما ادش فيها علي اليوم. مسكينه يا رجل، كل ما بغيت تسوون شيء وقف بوجهي بش. قال وصلت. السلام عليكم. هل وعليكم السلام. يما يا زينك. واي 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 شلونك حبيبي؟ السلام عليكم. شلونك خالي؟ سلام يا هلا يبا. هلا بنيتي. حياك حياك. هلا حبيبي. تعال تعال. اي من قدك امك وصلت. شنو جبتي لي؟ شنو جبت لك؟ جبت لك شيء انت وايد تحبه. غمض عينك. انت شنو اكثر شيء تحبه؟ بلغت كندل. بس كذي؟ عافية حبيبي. الحين هذا اللي قدرتي عليه؟ بيضة كندر؟ بدل ما تبي له شيء مفيد هيلثي جايبت له بيضة كندر عشان يسوس دروسه. يا يمه يا هشام الكاكاو ما في شيء. انت ما تذكر يوم انك صغير؟ ايش كثر تاكل كاكاو؟ اكثر واحد بالديره ياكل كاكاو وهو عدل عبد الله. عدل يبا شنو نسيت انت؟ بالجمعيه تركض من رف لرف وتاخذ الكاكاو ومن هني تاكليت، ويا ليت تنطر ليت ترد البيت تاكله. ايه؟ تاكله بالممر وعنا لقط وراك القراطيس. اي والله بسم الله عليك، دروسك ما صار فيهم سوس، شنهم لولو؟ عدل كلام امك. يما ايش فيك علي اليوم؟ جمان شلون النادي؟ شكلي بسجل وياك. نادي زين خالتي وايد زين. اي كان زين تسجلين بعد تغيرين جو شوي.